بال91 سافرت على فرنسا تدرس الكرتونز. رجعت على لبنان اشتغلت بالادفرتايزنج بالتلفزيون ديزاين لغايه ما عملت شركه عدايمي ستوديوز بال98. نعمل ستوري بوردز، بنطور الفكره، ديزاين، انيميشن، بنبث هالافكار ان كان باعلان، ان كان بانستليشن او 3D مابينج على مباني او على اوبجكت. تقنيه 3D مابينج تسمح لهالافكار اللي كنت ارسمها على دفاتر صغيره انه تنعمل على مباني كبيره ومعالم اثريه. شركتنا هي اليوم من اهم شركات المابينج بالعالم، صرنا شاغلين اكثر من 50 شو، شاغلين 3D مابينج على متحف K21 بداسلدورف، فيديو ارت انستليشنز لمطار امستردام، نحن اول شركه اشتغلت على اكبر دوم بالعالم لمهرجانات بيروت الدوليه. اشتغلنا على اول فيلم رسوم متحركه 100% لبناني وعرضناه على اكبر شاشه بالعالم يلي حازت على جينيس بوك وورلد ريكورد. I am Queen Alisair of Tyre. We come in peace. الاكسبوجر الانترناشونال اللي عم ناخذها فتحت لنا طموح اكبر بكثير انه نتوسع اكثر عبر مشاريع هلا عم ناخذها رح ينسمع فيهم قريبا. من 25 سنة اجى فريق من ديزني على الجامعة اللي كنت فيها أنا بفرنسا، كان بدهم ياخذوا تلاميذ على أمريكا. اجى الفريق الأمريكاني وما أخذني، حسيت إنه ضاعت علي فرصة الأحلام لأني لبناني. وللصدفة بعد 25 سنة بيتصلوا فينا ديزني لاند باريس، بدهم يعملوا كار 3D مابينج. عملنا لهم شو ياخذ العقل، برهنت إنه نحن من لبنان قادرين نطلع بديزني كواليتي من بيروت، وهيدا كانت مثل بيرسونال ريفانج لإلي.